إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، هذه الخطبة هي خطبة الأسئلة والفوائد والأحداث والعبر. خطبة ماذا؟ خطبة الأسئلة والفوائد والأحداث والعبر. فاحذر من أن يمر على لسانك أي لفظ دون أن تمعن فيه. يعني لما يتحدث شخص مثلا عن مذهب الخوارج يقال إنه من المرجئة. أتدرون أن الألباني رحمه الله وابن باز وابن عثيمين وغيرهم ممن ساروا على منهج أهل السنة والجماعة في بيان معتقد الخوارج، أتدرون أن هناك طائفة تزعم أنها هي الموحدة وأنها أهل التوحيد؟ تقول هؤلاء مرجئة. دع عنك من الألباني وابن باز وابن عثيمين، فهؤلاء مرجئة. سبحان الله، الإرجاء أتدرون ما هو؟ هي طائفة تقول لا يضر مع الإيمان ذنب، افعل ما تشاء من الذنوب فإيمانك وإيمان غيرك سواء. بل بعضهم قال إنهم جهمية. معتقد الجهمية في الإيمان هو معرفة القلب فقط. يعني على معتقد الجهمية إبليس مؤمن لأنه يعرف الله، فلماذا هذا؟ فلنتنبه لخطورة هذا الأمر. ثم يا إخوان، علينا أن نتقي الله عز وجل وألا نحكم على الناس إلا بعلم وبعدل. ابن تيمية رحمه الله لما تكلم الناس في يزيد ابن معاوية، يزيد ابن معاوية هو ابن لمعاوية ابن أبي سفيان، وجرت منه أمور عظام. الشاهد من هذا أن يزيد ابن معاوية وقصته ومعتقد أهل السنة والجماعة فيه موجود على قناتي في اليوتيوب بتوضيح مفصل، من أراد الرجوع إلى قصته وإلى معتقد أهل السنة فيه فليرجع. المهم، بعضهم قال كما قال ابن تيمية، قال إنهم، يعني تلك الطائفة تقول هو من الصحابة ورفعوا منزلته، وقال بعضهم هو كافر. ولكن لما بيّن رحمه الله بيّن أنه من ملوك المسلمين، وبيّن الذهبي ذلك، وله أخطاء شنيعة. وهناك مسائل اسمها جامع المسائل لابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله له مسائل، له كتب مخطوطات في بعض المكتبات غير المكتبات العربية، لم تظهر إلى الآن، بل إن بعضها وجد ولكن لم يعرفوا خطه. حتى من يعرف الخط القديم لم يتيسر له، حتى إن بعض طلابه يقول لو شاء ابن تيمية أن يحصر كتبه ورسائله ما استطاع لكثرتها، فلم يظهر الشيء الكثير من رسائله. الشاهد من هذا أنه قال في تلك المسألة، قال رحمه الله: والواجب اتق الله في تصنيف الناس، ولا ترضى أن تصنف. إذا صنفت قل أنا خصيمك أمام الله وعند الله تجتمع الخصوم. ماذا قال؟ قال رحمه الله: يجب على من تكلم في أي شخص سواء كان يزيد أو في غيره، عليه أن يتكلم فيه بعلم وعدل. بعلم وعدل. بعض الناس يتكلم في بعض الناس حينما يسمع ظنون فيحكم على الناس بالظن. قال فليتكلم وليحكم على الناس بعلم وعدل، ثم إذا علمت اعدل. اتق الله عز وجل. يا أخي، حتى الكفار يجب أن تعدل في الحكم عليهم وهم كفار، فكيف إذا كانوا من أهل الملة
ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، على أن لا تعدلوا، اعدلوا. فإذا قال رحمه الله: فليحكم على الناس بعلم وعدل، ثم لو اطلعت تيقن لك فلماذا تتعب نفسك فيما قاله فلان وفيما فعله فلان، عليك بمعتقد أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني الذي هو خطير أيضا في هذه القصة، الذي قيل إن الخطيب إذا ذكر الحاكم في مصر في سنة 693 للهجرة قالوا قام أهل مصر تعظيما واحتراما لما ذكر الحاكم، بل إنهم يسجدون له ويسجدون له في الأسواق. هذه هي جناية على أهل مصر من حيث لا يشعر هذا الناقل، هذه هي جناية على أهل مصر. لما؟ لأن ابن كثير رحمه الله لما ذكر هذه القصة قال: كان هذا الأمر واقعا على أهل مصر بسبب الحاكم العبيدي الفاطمي الموالي للرافضة، فكان يخطب، وكان إذا خطب أو أمر غيره أن يخطب أمر الناس إذا ذكر اسمه أن يقوموا احتراما له وأن يسجدوا له وأن يسجد من في السوق لما يسمع اسمه. ماذا قال ابن كثير رحمه الله في ختام ما قال؟ قال: فلعنه الله وقبحه. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هؤلاء أهل مصر يعني يكفيهم ما يأتيهم فيما مضى من أحداث وفيما يأتي الآن، فينقل الخبر هكذا؟ أين العلم؟ أين التقى؟ أين الإيمان الذي يمنعك من أن تتحدث بشيء دون علم أو تنقل شيئا من غير علم؟ لماذا يتحدث كثير من الناس في فتن المسلمين وهم لا يعرفون الفتن السابقة التي جرت بين المسلمين؟ لما كل يتكلم؟ اسمع إلى ما قال ابن تيمية رحمه. قال رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكذا قال في كتابه درء تعارض العقل والنقل. قال رحمه الله: وكثير من أهل العلم فضلا عن العامة لا يعرفون مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى المشهورة كغزوة بدر وأحد، وإذا عرفوها أو عرفوا بعضها فإنهم لا يعرفون من هو العدو فيها ولا كيفما وقعت. ثم قال: حتى إن بعض أكابر الفتيا لما ناقشه صاحب له في السير قال: ذلكم الصاحب لهذا الكبير في الفتيا، قال: أسكت وإلا سألتك أمام الناس عن غزوة بدر وعن غزوة أحد فإني أعلم أنك لا تعرف الكثير منها، حتى أسكته. انتهى كلامه رحمه الله. يعني بعض الناس يتحدث الفتن، لو سألت كثيرا من الناس ما الفرق بين غزوة بدر الصغرى وبين غزوة بدر الكبرى، بعضهم يمكن لا يعرف أن هناك غزوة بدر صغرى وغزوة بدر كبرى. فما ظنكم فيما جرى من أحداث بين المسلمين فيما مضى في فتن يزيد بن معاوية وابن الأشعث والضحاك بن قيس وأبي مسلم الخرساني وغيرهم، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى وأخذ العبر منه فائدة. يقول ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة قال: كان الحسن ابن علي رضي الله عنه ينصح أباه عليا وأخاه الحسين، كان رضي الله عنه ينصح أباه وأخاه ينصحهما بترك القتال، لما يعلم من أن في القتال في الفتن فيه الشرور العظيمة. قال رحمه الله: قال: ولهذا كان علي رضي الله عنه في أواخر أمره أدرك، كما قال رحمه الله، أدرك أن المصلحة الكبرى في ترك القتال أعظم من فعل القتال. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: لما وصل الأمر ووصلت الخلافة إلى الحسن ابن علي رضي الله عنه سلم الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين، فسمي ذلك العام بعام الجماعة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان توابا رحيما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المهتدين المقتدين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، سؤال: هل خرج الحسين؟ هذه أحداث ما كان لنا أن نتحدث عنها فيما سبق نهائيا، وكتبها العلماء وذكروها واستفدنا منها، لكن
لما تأتي الفتن يجب أن تذكر حتى يؤخذ منها العبر، بناء على ماذا؟ بناء على ما فهمه السلف لا على ما فهمناه نحن. من قال إني قلت قولا أو مقالة من هذا فليضرب بها الجدران، إنما هذا القول قول الأئمة رحمهم الله. هل خرج الحسين رضي الله عنه على الولاة؟ الناس الآن يدندرون يقولون حجة لنا، الحسين رضي الله عنه خرج على الولاة، فلماذا لا نخرج؟ يقول ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة، قال رحمه الله: واختلف الناس هل خرج الحسين رضي الله عنه على يزيد ابن معاوية. أتدرون ما السبب؟ معاوية رضي الله عنه قبل أن يموت عهد بالخلافة من بعده ليزيد ابنه، فغضب الحسين لماذا يقدمه ويترك من هو أولى منه، فجرى ما جرى. الشاهد من هذا، هل هو خرج رضي الله عنه؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وافترق الناس في خروج الحسين على يزيد على ثلاث فرق. الفرقة الأولى تقول إنه أول خارج في الإسلام وحق له أن يقتل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. قالوا فهو يستحق القتل لأنه أول من خرج. هذه طائفة. قال رحمه الله: طائفة أخرى تقول إنه هو الوالي وهو الأمير، ولا يجوز أن يفعل شيء إلا بإذنه، ولا تصلى جمعة ولا جماعة إلا عن طريقه. الطائفة الثالثة قال شيخ الإسلام: وهم أهل السنة والجماعة، لم يقولوا بهذا ولا بهذا. قال رحمه الله: وكان تاركا رضي الله عنه الخروج من أجل الإمارة، ولكنه رضي الله عنه لما بلغه أن ابن عمه مسلم، لأنه لما حصل ما حصل أتى أهل الكوفة وقالوا: تعال يا أيها الحسين فنحن نبايع لك، فأرسل الحسين ابن عمه مسلما ليتحسس الخبر، وتقدم مسلم وتقدم بعده الحسين، ونصحه الصحابة رضي الله عنهم ممن كان موجودا لا تخرج، لكن أهل الكوفة غدروا به فقتل مسلم وبلغه الخبر من أن ابن عمه قتل، فأراد أن يرجع. قالوا إخوة مسلم: لا والله لا نرجع حتى نأخذ بثأر أخينا. فذهب فأرسل يزيد إلى الحسين جيشا بقيادة عبيد الله ابن زياد، فلما رأى الجيش ورأى ما رأى ترك ما أراد، ولذلك لم يخرج بجيش رضي الله عنه. قال ابن تيمية رحمه الله: قال خيرهم بين أن يبايع ليزيد وبين أن يرجع من حيث أتى أو يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين، فقال عبيد الله: لا تبايع لي. قال: لا أبايع لك. فأرادوا أن يستأسروه. قال رحمه الله: لم يكن مطالبا من حيث الشرع أن يمكن هؤلاء من أن يستأسروه، فحصل ما حصل وقتل رضي الله عنه، وقصة قتله مفصلة موجودة في قناتي على اليوتيوب، من أراد أن يرجع إليها فليرجع. لو أتى سؤال وذكره ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة، قال: لو قال قائل إنما ترك الحسين القتال لعجزه، فإنه عجز لما رأى الجيوش عجز فترك القتال من أجل المصلحة. قال ابن تيمية رحمه الله: قال وهذا إن كان كما قالوا فهو عين الحكمة والمصلحة التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتنة القتال أن تترك. يقول هذا يدل على حكمة الحسين وليس سوءا به. الوقت أتى علينا، ولكن كما قلت لكم هذه هي خطبة الأسئلة والفوائد والأحداث والعبر. نأتي إن شاء الله ونواصل، لأن هذا معتقد أهل السنة والجماعة، حتى أبرئ نفسي حتى أبرئ ذمتي، لأنه ما من خطيب يقف على المنبر يجب عليه أن يبين ما يحتاج الناس إليه من قضايا، ومن أهمها ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا وضحت على حسب ما ذكره الأئمة فقد برئ ذمتي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وللموضوع تتمة بإذن الله تعالى. أقم الصلاة.